مرحبا متابعين قناة أخطر جلسات التأمل. بناء على طلب أحد الأعضاء بأن أقوم بتأمل الشاكرات، الشاكرات عادة يتم تدريبها عن طريق اليوغا وهي الطريقة الأساسية، وتوجد أيضا تقنية يمكننا تفعيل هذه الشاكرات بالتأمل. والآن أطلب منك أن تختار مكانا مريحا وهادئا، وأن تجلس واضعا ظهرك في وضع مستقيم، وتضع قدمك اليسرى على قدمك اليمنى وقدمك اليمنى على قدمك اليسرى. إن لم تستطع القيام بهذه العملية يمكنك فقط الجلوس مستقيما الظهر في وضع مريح لقدميك ولجسدك. حاول أن تضع يديك أمام بطنك، يدك اليسرى فوق يدك اليمنى، واغمض عينيك وخذ معي أنفاسا مريحة. جميل، الآن ركز على جسدك بالكامل من أعلى رأسك إلى أسفل قدميك، اشعر به في مرة واحدة وهو يسترخي أكثر وأكثر. اشعر به وهو يمتد وكأنه شتة هامدة لا حياة فيها، وأنت مثل الطيف بداخل هذا الجسد. سوف أعطيك بضعة ثواني حتى تزيد من شعورك بأن جسدك يسترخي أكثر وأكثر، مع المحافظة على تنفسك في وضع سليم وطويل وعميق. استمر بالتنفس العميق واشعر بالطاقة تتغلغل بداخلك،
الآن بعد هذا الاسترخاء العميق، أشعر بدقات قلبك من الداخل وكيف العملية الدموية تحدث بداخلك. أشعر بكل الأعضاء وهي تقوم بوظائفها. والآن ركز معي على أسفل العمود الفقري، مكان شاكرة الجذر. تخيل أنك أثناء شهيقك تسحب هواء في اللون الأحمر الغامق الطاقي القوي. استنشق هذا النفس من أنفك واشعر به وهو يدخل اتجاه رئتيك حتى يتمركز بجهة عمودك الفقري من الأسفل، ويجعل أسفل عمودك الفقري دائرة حمراء تريحك بالكامل وتغذيك. استمر بهذا الشعور والآن تخيل معي أنك تستنشق هواء في اللون البرتقالي ويدخل من أنفك إلى رئتيك ويتمركز أسفل سرتك بقليل. تخيل أن منطقة أسفل سرتك تشع باللون البرتقالي، لون الحياة ولون الجمال. سوف تكون مشعا بالكامل، فأنت أقوى من كونك إنسان. الآن تخيل معي أنك تستنشق هواء باللون الأصفر ويدخل اتجاه رئتيك ويتمركز فوق سرتك بقليل، ويضيء هذه المنطقة ويغذي جسدك بالكامل. إنك تستطيع. الآن تخيل معي أنك تستنشق هواء في اللون الأخضر ويتمركز في منتصف صدرك بجانب القلب قليلا، فيشع باللون الأخضر مع كل تنفس تستنشقه باللون الأخضر. الآن تخيل معي أنك تسحب هواء باللون الأزرق الفاتح يدخل من أنفك ويضيء منطقة عنقك ويتمركز هناك. لك صوت عذب تكاد العصافير أن ترقص لحلاوته. الآن تخيل معي أن هناك ضوء أزرق ينبع من منتصف جبهتك
قليلا ويضرب من منتصف عينيك إلى الفضاء الخارجي، ومع كل شهيق يزداد حدة هذا الضوء ويستقبل طاقة من الفضاء إلى دماغك من الداخل. إنها العين الثالثة، العين النائمة. والآن تخيل معي أن شاكرة الجذر التي بالأسفل التي لها اللون الأحمر قد أرسلت ضوءا إلى الشاكرة التي فوقها في اللون البرتقالي، وأصبحا متصلين بسلك واحد. ثم تخيل معي أن هذا السلك يربط الشاكرة التي بعدها، وهي الشاكرة الصفراء الضفيرة الشمسية التي فوق السرة، ويمتد هذا الحبل إلى أن يصل إلى شاكرة القلب ويربطهما مع بعضهم البعض. ثم تخيل معي أن هذا السلك يصعد إلى شاكرة الحلق الزرقاء المتمركزة في العمق، وتخيل هوايا تصعد إلى الشاكرة التي في منتصف جبهتك، ويتحدا جميعا على شكل سلك واحد متصلين ببعضهم. الآن هناك تدفق يحدث في أعلى الرأس نتيجة اختلاط الألوان عن طريق هذا السلك، فينتج لنا لونا بنفسجي في أعلى الرأس من أعلى مكان الشعر. هذا اللون البنفسجي يتمركز بالأعلى نتيجة هذا الاختلاط اللوني، ويرسل وهجا في اللون الأبيض من أعلى رأسك إلى الفضاء الخارجي. تخيل معي أن هناك طاقة أتت من الفضاء بدون علم منك، واتصلت بهذا الضوء الأبيض الذي بعث من أعلى رأسك، وينزل بكل لطف ويتحد مع اللون الأبيض ويدخل بأعلى رأسك حتى ينزل إلى أسفل طاقتك السفلى التي هي في العمود الفقري. الآن تخيل معي أن مع كل شهيق تأخذه من الأنف ينزل هذا النفس مباشرة ليمر على جميع الشاكرات إلى أن يصل إلى الأسفل الشاكرة العمود الفقري. ومع كل زفير تخيل أن هذا الزفير يخرج من أسفل طاقتك الموجودة في العمود الفقري إلى أن تصعد إلى أعلى شاكرة بالأعلى وتخرج على هيئة زفير.
البر بالتنفس واشعر بالهواء وهو ينزل إلى الأسفل ويصعد إلى الأعلى ليلمس جميع مراكز الطاقة. جميل جدا، جميل جدا. الآن تخيل أن جسدك من الداخل مضيء بكل هذه الألوان، فقد تم تنظيف مراكز طاقتك التي بالجسد وتنظيف مزاجك بالكامل، وقد تم تفعيل طاقتك وفقا لقوة تأملك، فأنت تستطيع. الآن سوف أعطيك 30 ثانية، ومن ثم سوف نأخذ 3 أنفاس. الآن خذ معي 3 أنفاس بدون حبس النفس. أشعر بالطاقة وهي تنزل إلى الأسفل وتصعد إلى الأعلى. الآن تستطيع أن تفتح عينيك، فقد قمت بتنظيف مراكز طاقتك وإعادة إحيائها من جديد. شكرا يا متابعين الغاليين.